أطعام أشغل المشركين بالمشركين عن تناول أطراف المسلمين، وقذهم بالنقص عن تنقصهم، وثبتهم بالفرقة عن الاحتشام عليهم. اللهم أخلع قلوبهم من الأمانة، وأبدانهم من القوة، وأذهل قلوبهم عن الاحتيال، وأومن أركانهم عن منازلة الرجال، وجبلهم عن مقارعة الأبطال، وابعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك كفعلك يوم بدر، تقطع به دابرهم وتقصد به شوكتهم وتفرق به عدنهم. اللهم امزج مياههم بالوباء وبالأدواء، وارم بلالهم بالخسوف، وألح عليها بالخذوف، وامرها بالمحول، واجعل ميرهم في أحص أرضك، وأبعدها عنهم، وامنع حصولها منهم. اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك، أو مجاهد جاء لهم من أتباع سنتك، ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى، فلقي اليسرى وهيئ له الأمر، وتوله بالنور، وتخير له الأصحاب، واستقوله الطاق، وأسبغ عليه في النفقة، ومدحهم بالنشاط، وارفع عنهم حرارة الشوق، وأجره عن هم الوحشة، وأنسه ذكر الأهل والولد، وآثر له حسن النية، وتوله بالعافية، وأصفه السلامة، واعف من أعفيه من الجرم، وعلمه الجرأة يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عظم البلاء وفرح القفا وابتشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض وضيعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول بالشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا فرجا قريبا بحق محمد وآل محمد. يا محمد يا علي يا علي يا محمد يا محمد بحسن حالك يا كريم.